مئات الزائرين العراقيين يذهبون إلى إيران كل يوم، إما للسياحة وإما للتجارة وإما لزيارة ما يصفونه بالأماكن المقدسة. لكن العنصرية الإيرانية ضد العراقيين العرب تظل من الأمور المسكوت عنها. آخر مظاهر تلك العنصرية تعرض امرأة عراقية للضرب على يد ضابط إيراني في مطار مشهد بإيران. أشوف العالم، هاي المرة انضربت في المطار وما حد خذ حقها. الواقعة أثارت غضب العراقيين الذين طالبوا المسؤولين باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه التجاوزات الإيرانية بحق المواطنين العراقيين. ويأخذون حق زوجتي التي تجاوز عليها هذا الضابط في مطار مشهد، والسبب بسيط جدا، هو إسعاف طفلة إماراتية سقطت أرضا في سبيل إرضاء رب العالمين وسقيها الماء، فلم يوافق على هذه الحالة الإنسانية وتجاوز على زوجتي وضربها في عينها. بحسب كثيرين، لا يعاني العراق فقط من هيمنة إيران على مقدراته وقراره السياسي، بل حتى هؤلاء الذين يذهبون لإيران معرضون للتنكيل والاعتداء، رغم أن العراق حليف لإيران. والله يؤسفني أقول لك، مع الأسف اللي إجا الوقت اللي كان بيه العراقيين يصدرون بيه كرامة للمنطقة وللعالم، اللي تنهان بكرامة المرأة العراقية بهذه الطريقة. يعني اليوم الزوار الإيرانيين عندما يأتون إلى العراق يعاملون بكل احترام، هاي هي أخلاق الضيافة العراقية العربية الأصيلة. ويعني مع كل الأسف على ما يبدو بعض الأطراف الإيرانية لحد الآن مدى ينسون في يوم من الأيام أكو جيش عراقي دوق سلطتهم السم، لذلك رغبة الانتقام على ما يبدو لحد الآن حاضرة.